أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، نبدأها بأبرز العناوين. إصابة امرأة في قصف للميليشيا على مديرية المضاربة في محافظة لحج. ميليشيا الحوثي تفجر 4 منازل للمواطنين في مديرية نهم شرقية صنعاء. مواجهات متواصلة في محافظة الجوف ومقتل 7 من الميليشيا في مديرية الغيل. أهلا بكم. لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون بحروق نتيجة انفجار صهريج غاز في محيط محطة تعبئة الناقلات بشركة صافر في محافظة مأرب. وقال مراسل قناة بلقيس إن الانفجار أدى إلى احتراق 3 صهاريج أخرى نتيجة تسرب مادة الغاز. وأكد مصدر عسكري في صافر سيطرة فرق الإطفاء على حريق الصهاريج وعودة الأمور إلى طبيعتها. وتشهد منطقة صافر النفطية تكدس مئات الناقلات التي تنتظر دورها في تعبئة مادة الغاز. لمزيد من تسليط الضوء حول آخر المستجدات في مأرب فيما يتعلق في هذا الانفجار، ينضم إلينا من هناك مراسلنا عبد الله القادري. مساء الخير عبد الله. مساء النور وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة لما حصل في منشآت صافر النفطية، حدثنا عن آخر التفاصيل. تحدث إلينا عبر الهاتف شهود عيان، وكذلك تحدث إلينا قائد اللواء 107 خالد يسلم المرابط في صافر، مؤكدين أن ناقلة الغاز بعد تعبئة الصهريج في محيط محطة تعبئة الناقلات وأثناء توجهها إلى الخارج ونتيجة تسرب مادة الغاز ما أدى ذلك إلى احتراق الصهريج، وكذلك لقوة الانفجار قتل شخص وأصيب 4 آخرون، واحترقت أيضا 3 صهاريج أخرى، ولكن فرق الإطفاء بادرت بالسيطرة على الحريق واحتوت الموقف وسيطرت على الحريق في وقت وجيز وعادت الأمور إلى طبيعتها. هناك مراقبون يرون أو يعزون ذلك إلى تعبئة ناقلات الغاز بمادة أكثر مما تحتمله الناقلات، وهذه مادة غير قانونية مما يسبب مثل هذه الحوادث كما تحدث إلينا أحدهم قبل قليل. كذلك منطقة صافر كما أشرنا يعني متكدسة فيها مئات الناقلات، خصوصا مع وضع الحرب الذي تعيشه البلاد، وهناك أزمة في المحروقات بجميع أنواعها في محافظة مأرب والجمهورية ككل. وهذا يعني كما يتحدث المواطنون هناك أو السكان في المواطنون أو أصحاب المحال القريب من صافر أنه يحتاج إلى جهود مكثفة لترتيب الناقلات وكذلك إنشاء محطة أخرى، محطة تعبئة ناقلات، حتى يحد مما سيلحق بالناقلات كما حدث الظهر اليوم. نعم. طيب عبد الله، بالنسبة لمن لقي حتفه وكذلك بالنسبة للمصابين، هل هم مدنيون أم عسكريون؟ أولئك كانوا سائق الناقلات، وكذلك تقريبا أحدهم من فرق الدفاع المدني، فرق الإطفاء، أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق في بدايته. وإلى أين أخذ المصابين الأربعة عبد الله؟ القتيل والمصابين الأربعة كانوا سائق الناقلات ومن فرق الدفاع المدني التي حاولت السيطرة على تسرب مادة الغاز قبل اندلاع الحريق كما تحدث إلينا شهود عيان في نفس المكان. نعم. إذا مراسلنا عبد الله القادري كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل قناة بلقيس أن امرأة نازحة من مديرية الوازعية أصيبت في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع بقذائف الهاوزر على مديرية المضاربة في محافظة لحج. وقال مراسلنا إن القصف طال قرى البراحة وشريرة واستهدف منزلا اتخذه عدد من النازحين مأوى لهم في المديرية. وفي السياق ذاته قتل أحد أفراد المقاومة الشعبية في اشتباكات اندلعت مع الميليشيا في المديرية ذاتها. كشف تقرير حقوقي عن استشهاد 128 مدنيا وإصابة 741 آخرين في قصف الميليشيا تعز خلال يونيو الماضي. وقال التقرير الذي أصدره ائتلاف الإغاثة الإنسانية إن 4 منازل تعرضت للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة من قبل الحوثيين
في مناطق صالة وحسنات والمكلكل وحي الجحملية شرقي المدينة، بالإضافة إلى تضرر 9 منازل كليا في أحياء مختلفة من المدينة. وأكد التقرير أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية. أقدمت ميليشيا الحوثي على تفجير 4 منازل لمواطنين خلال الساعات الماضية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء. وقال المتحدث باسم محافظة صنعاء عبد اللطيف المرهبي في بلاغ صحفي إن الميليشيا فجرت 2 منزل في منطقة المجاوحة و2 آخرين في قرية بني فرج. وتابع أن ما تقوم به الميليشيا يؤكد استمرارها في ممارسة الإرهاب بحق المجتمع وعدم التزامها بأي اتفاقات. وفي نهم أيضا تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى. وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيا في محيط منطقة مسورة وبني بارق ودمرت عربة عسكرية. يحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما متسارعا في جبهات القتال الدائرة في نهم، واستطاع الجيش الوطني الوصول إلى أعلى قمة جبال يام المحاذي لنهم على تخوم العاصمة صنعاء من الجهة الغربية، حيث أفشل عملية الالتفاف من قبل عناصر الميليشيا في وقت سابق. عملية خاطفة يصفها البعض كانت وراء هذا التقدم، سقط على إثرها قتلى وجرحى من عناصر الجماعة الانقلابية، بينما أسر 8 آخرون. تقدمات عظيمة وسيطرنا على عدة تبات. آخر تبة وصلتوا لها آخر مكان؟ تبة الرشاح، ولا زلنا في تقدمات الآن لا خلفها. في الوقت الذي تحرز فيه قوات الجيش انتصارات متتالية وتسيطر على العديد من المواقع الاستراتيجية في مواجهات عنيفة، كما تظهر من خلال مسرح عمليات المعارك الدائرة، تتقدم قوات أخرى من الكتيبة 5 في اللواء 141 مشاة صوب نقيل من غيلان، في حين تحدثت مصادر عن تفجير الميليشيا بعض المنازل في منطقة المجاوحة بعد الاقتراب من استكمال السيطرة عليها بشكل كامل. تمت السيطرة على التبيب هذا الذي كان بيد الحوثيين والعفاشين، والحمد لله سطوا لهم رجال المقاومة والجيش الوطني. في المقابل لهذا التقدم تتوالى الانكسارات الميدانية لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، لتبدد وهم استمرار سيطرتهم على المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء التي يسعون إلى تأمينها، فهي تعود إلى قبضة الجيش منطقة بعد أخرى وقرية بعد أخرى. قتل 7 من عناصر ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف. قال مصدر في المقاومة إن معارك عنيفة اندلعت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية بعد هجوم شنته الميليشيا لاستعادة مواقع في منطقة حام بمديرية الغيل غربي المحافظة. أضاف المصدر أن قوات مشتركة صدت هجوم الحوثيين وتمكنت من قتل 7 مسلحين في المعارك التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. أشار إلى أن التحالف شن غارات على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في المنطقة، لافتا إلى أن غارتين متتاليتين تمكنتا من إحراق دوريتين عسكريتين للحوثيين. في الجوف أيضا تجددت المواجهة العنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في عدد من المديريات. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات هي الأعنف تشهدها مناطق عدة في مديريتي الغيل وخب والشعف ومناطق في مديرية المتون. أصوات المدافع ما زالت تسمع في محافظة الجوف، تزايد للعمليات العسكرية هناك مع اقتراب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فرض السيطرة على كامل المحافظة.
مديرية خبوة الشعف المديرية الأكبر في المحافظة لا تزال ساحة للمعارك الدائرة هناك، فالأنباء الأولية تشير إلى تصدي الجيش والمقاومة هجوما للميليشيا على موقع المهابيب جنوب الشعف، ما نتج عن مقتل وجرح العديد منهم. منطقة الهيجة في مديرية المصلوب كانت هي الأخرى مسرحا لمعارك عنيفة بين الطرفين، فيما دخلت مقاتلات التحالف في خط المواجهات بعد قصفها أحد الجبال المطلة على معسكر حام والذي يعد أهم ثكنة عسكرية للميليشيا. مصدر عسكري أفاد بمقتل قيادي ميداني حوثي يدعى علي نسعة بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش شهدتها مديرية المتون. نفذت المؤسسة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى وقفة تضامنية في مأرب مع الصحفيين المختطفين المضربين عن الطعام في سجون الحوثيين، وشارك عدد من الصحفيين والإعلاميين في الوقفة الاحتجاجية رافعين صور زملائهم الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، وطالب المشاركون بسرعة الإفراج عن المختطفين، كما طالبوا المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح زملائهم. الرسالة تقول تحت عنوان حريتكم عيدنا، وهو فعلا الحرية الزملاء المختطفين هي العيد الأكبر بالنسبة لنا كصحفيين. أظنه من العار ومن العيب أن يستمر اختطاف صحفي لمدة أكثر من عام، وهذه الرسالة التي يوجهها اليوم الزملاء الصحفيين للمبعوث الدولي للأمم المتحدة أن عليه أن يستجيب للنداء الأخير الذي أطلقه الصحفيون قبل أيام، وعليه أن يستجيب أيضا لنداء المؤسسات الدولية الصحفية العالمية التي أدانت استمرار اختطاف الصحفيين. هذه الرسالة اليوم تأتي تأكيدا لهذه الرسائل المبعوثة للأمم المتحدة، وهم المخاطبين والمعنيين بالوقفة. يمر العيد هذا العام وما زال العديد من السياسيين والصحفيين والناشطين مختطفين ومخفيين في سجون الميليشيا. تعيش أسر المختطفين عيدا حزينا بعد تأخر الإفراج عنهم رغم الوعود التي أطلقها المبعوث الأممي قبل أكثر من شهر وتعذرت بسبب تعنت الميليشيا. لا طعم للعيد بدون أبي، عبارة كتبتها طفلة العقيد إحيى العيزري بعد أن وجدت نفسها في يوم العيد أمام بوابة سجن الأمن السياسي بصنعاء تمني نفسها بالقرب من فرحتها التي سلبتها إياها الميليشيا. آية ومثلها الكثير من أطفال المختطفين يمر عليهم العيد هذا العام فاقدا لبهجته مليئا بالخوف والرعب، خصوصا وأن ذويهم لازالوا مختطفين ومخفيين في أماكن يمنع عنهم زيارتهم، بل حتى أنهم يجهلونها. وعود كثيرة أطلقها المبعوث الأممي تقضي بإخراج المختطفين قبل رمضان، إلا أن ما لمسه الأهالي كان العكس تماما، فها هو رمضان قضى وهم ما زالوا مختطفين، بل ونقل بعضهم إلى أماكن مجهولة، لتقف الأسر بحيرة متسائلين عن ماذا يمكن أن يشفع لهم عند ميليشيا فشلت معها كل سبل الحل ولم تحترم حرمة شهر ولا قدسية مناسبات. حلت اليمن في المركز السابع بين 10 دول يعيش مواطنوها أدنى مستويات المعيشة عالميا بحسب مؤشر التقدم الاجتماعي، وأخذ المؤشر الصادر عن منظمة سوشيال بروجرس والذي شمل 161 دولة هذا التصنيف بناء على عوامل كثيرة كالاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والترفيه والنقل ومتوسط العمر المتوقع والمياه الصالحة للشرب. وكشف المؤشر عن حلول دول الشرق الأوسط وإفريقيا في نهاية قائمة التصنيف العالمي، وكذلك العديد من البلدان التي تعاني من حرب أهلية وأوبئة. نفذ محافظ محافظة حضرموت لواء الركن أحمد بن بوريك زيارة تفقدية لجرحى التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها المكلة الأسبوع الماضي. وأكد بن بوريك تمسك القيادة العسكرية والتنفيذية في حضرموت بضرورة الحسم والاستمرار في معركة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتطهير حضرموت من الجماعات الإجرامية لينعم أهالي المحافظة بالأمن. وسنستمر في مطاردة كل قوى البغي والغلو داخل محافظة حضرموت، ولن تكسرنا مثل هذه الحوادث التفجيرات والاغتيالات، بل بالعكس هذه تزيدنا عزيمة وتزيدنا قوة، ونحن معانا إرادة شعبنا هي الداعمة وهي
الحاضنة لقواتنا داخل محافظة حضرموت، وإن شاء الله النصر قريب. في حضرموت أيضا وبالتزامن مع حلول عيد الفطر، يشكو سكان المحافظة من الارتفاع الكبير في أسعار المواشي من الأغنام والأبقار، الأمر الذي انعكس على حجم الإقبال على الشراء، إذ أجبرت الأسعار المرتفعة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أجبر جميعها الأهالي إلى اللجوء لخيارات بديلة. ما أن يلوح في الأفق هلال شوال مودنا بحلول عيد الفطر السعيد، حتى يبدأ السكان بحضرموت في التهاتف على أسواق بيع المواشي للحصول على أفضلها، قبل أن يصدمهم واقع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار اللحوم التي تجاوزت حاجز 40,000 للرأس الواحد. الأسعار الصراحة مرتفعة، يعني مرتفعة، فيها ارتفاع، فيها مبالغة، يعني صدق السوق ما هو محكوم من حد أو من جهة، صدق، والأسعار متفاوتة، يعني في بس المسكين، الإنسان المسكين البسيط صعب إنه يعني يعيد أو يشتري. جي يقول لك هذا الرأس 30,000، كم راتبك؟ ليش قال واقفة؟ العمال عاطلة، ما الواطن ما دار يصلح. ارتفاع برره الباعة بعدة عوامل تلخصت في ارتفاع أسعار الحبوب والعلف المقدمة للماشية والتكلفة العالية لفاتورة نقلها من أرياف وبوادي حضرموت المترامية الأطراف وغيرها من الذرائع، في ظل غياب تام لأي نوع من أنواع الرقابة الحكومية على الأسعار. وحالتنا حالة، والديز الماشي والعبرة، واحد بيشلة قال هات 20,000 والعشرين ماشي هي معنا معدومة، وخلها على الله، خلها على الله. ويدفع هذا الارتفاع بالكثير من الأهالي إلى الاتجاه صوب اللحوم المستوردة من الصومال، والتي تعد أسعارها منخفضة مقارنة باللحوم البلدية ذات المذاق الجيد واللذيذ. أكيد فيها من راح يعني يشتري بالكيلو الآن، يعني يوميا بشكل يومي، وبعضهم يعني نسأل الله الستر والعافية يعني بالدجاج ممكن، وبعضهم بالصيد، الله يعلم بحالات الناس. ومع زيادة تدهور الأوضاع المعيشية لقطاعات واسعة من السكان، فإن توقف العديد من الجمعيات الخيرية عن تنفيذ مشاريعها السنوية لتوزيع اللحوم جراء الأحداث التي تعيشها البلاد جاء ليزيد من وطأة معاناة اليمنيين وسلب ما تبقى لهم من مظاهر فرحة العيد. إن كان لا يزال هنالك فرحة للعيد في بلد يمر بظروف كالتي يمر بها اليمن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. تبدو أجواء العيد في مدينة جعار بأبين مختلفة، خصوصا مع الظروف الأمنية المتردية في المحافظة، لكن الأطفال قرروا الاحتفال بهذا العيد على طريقتهم الخاصة، وذلك بالتجمع في إحدى المناطق وإيجاد متنفس لهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. إلى هذا المكان في مدينة جعار اعتاد الأطفال من كل مناطق المديرية أن يكون لهم اجتماع سنوي فيه، خصوصا في يوم العيد، المناسبة التي يجدون فيها متسعا للفرح واللعب. ومهما اختلفت الأماكن وتغيرت الأوقات، تبقى الطفولة كما هي منبع البراءة والبهجة. يبدو الحال في مدينة جعار وكذلك في زنجبار أيضا هكذا بالنسبة للأطفال التي غلب عليها حضورهم الملفت بالمناسبة، فلا عيد بدون نزهة الأطفال ومتعتهم. تتشابه الأماكن المخصصة للاستمتاع هنا في العيد، وفيها يجد هؤلاء متنفسا ولو كان بسيطا وتقليديا للتعبير عن احتفالهم بأيام العيد. وعلى الرغم من بساطة المكان وبساطة الألعاب فيه، إلا أنه يظل مكانا مميزا لجلب السعادة لهم ومشاركتهم لحظات الطفولة البريئة، خصوصا في أيام العيد، حيث تتعالى أصواتهم وضحكاتهم في أجواء عيدية مليئة بالسرور. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إصابة امرأة في قصف للميليشيا على مديرية المضاربة في محافظة لحج. ميليشيا الحوثي تفجر 4 منازل للمواطنين في مديرية نهم شرقية صنعاء. مواجهة متواصلة في محافظة الجوف ومقتل 7 من الميليشيا في مديرية الغيط.
أنا شنتات، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.